وإخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الإخوة والأخوات، الحضور الكرام، كل باسمه ولقبه، أحييكم جميعاً بتحية طيبة مباركة أنقلها إليكم من قلب القدس النابض بالحياة والإيمان، ومن جنبات درتها المسجد الأقصى المبارك. فحياكم الله جميعاً ومرحباً بكم معاشر الأكارم الذين لبيتم دعوة الأزهر الشريف للاجتماع في هذا المؤتمر لنصرة القدس ورفعاً للصوت وإنكاراً لنزع القدس من عروبتها وحضارتها وإسلاميتها ومسيحيتها. هذه المدينة ذات التاريخ العريق والحضارة الأصيلة والأصلية وجدت من الناس اليوم منكرين لحق العرب والمسلمين، لا بل والمسيحيين فيها، فحاول من لا يملك حقاً فيها أن يهبها لمن لا يستحقها، فأنى له ولأمثاله ذلك. شاكرين في البداية وفي النهاية للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب مواقفهما الحازمة تجاه قضية القدس ومسجدها الأقصى وكل مقدساتها منذ أن صدر هذا الإعلان الجائر من رئيس الولايات المتحدة بحق القدس وبحق مقدساتها. إن هذا المؤتمر من ثمار الموقف المشرف للأزهر الشريف وإمامه، فحفظ الله الأزهر ورجاله وكل شعب مصر العظيم الذي يهب ويهب دائماً لنصرة القدس ومقدساتها. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن نؤكد على أن مدينة القدس التي نقصد هي التي تحتضن مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قبلة المسلمين الأولى، وهي ثاني مسجد يوضع في الأرض لعبادة الله بعد البيت الحرام، وإليها يشد المسلمون رحالهم تعبداً إلى ربهم. فكيف لأحد من الإنس أو الجن أن ينكر حقهم فيها؟ إنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمعوا له، لأن القدس مرتبطة بعقيدة المسلمين وعبادتهم وثقافتهم وتراثهم ووجدانهم وتاريخهم. وللمسيحي فيها كنائس ومقدسات، فهي ليست ككل المدن، وإنما هي مدينة المدائن وزهرتها، يحن المسلم إليها كما يحن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي لها معهما مشتركات وتقاطعات كررها الله جل وعلا في علاه، وخلدها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ ودها وحقها السلف الأخيار من الأمراء والفاتحين والقادة المظفرين. القدس اليوم يا سادة تستصرخ نخوتكم، فهل أنتم مجيبون؟ القدس تئن من جراح الغاصبين وقهر المحتلين وقرارات المتعجرفين الظالمين، فهل من يبلسم جراحها النازفة؟ نعم، وجدت القدس من يضمض بعض جراحها حين هب لنجدتها الغيورون والمحبون والمؤمنون بحقهم المشروع فيها. فقد انتصر أبناء القدس ومن آزرهم في شهر تموز من العام الماضي، لما أريد للمسجد الأقصى ما أريد من نصب بوابات إلكترونية وأجهزة للتصوير الدقيقة على بواباته لمراقبة الداخلين إليه والمتعبدين فيه من الذين يشدون الرحال إليه للصلاة. فهبوا لنصرته
بمفارش صلاتهم، بجباههم المتوضئة النظيفة الزكية التي افترشت شوارع القدس وأزقتها، وتمكنوا من بهذه المقاومة المتاحة الواعية التي تضافرت فيها كل الجهود، تمكنوا من دحر العدوان وإبقاء المسجد الأقصى المبارك كما هو بدون بوابات إلكترونية يدخل إليه المقدسيون ومن ساندهم مهللين ومكبرين ضاربين لأمتهم وللناس مثلاً ناصعاً في البطولة والاستبسال والمصابرة والمرابطة التي استوحوها من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة والأخوات، قدسنا التي نريد هي تلك البقعة الطيبة التي باركها الله وأسرى بنبيه المصطفى إليها من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس. القدس هي التي فتحها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وحفظ لأهلها النصارى حقهم في أن يعيشوا بأمن وأمان، وامتنع عن الصلاة في أم كنائسها القيامة خشية أن يتعرض حقهم فيها لأي ضياع أو نزاع. ووجود تلك الكنائس إلى يومنا هذا دليل عملي واضح على حفظ المسلمين لها ومنع التعرض لها بأي أذى، مستندين بذلك إلى منهج تشريعي ناصع في العدل والإنصاف مثلته بوضوح ظاهر العهدة العمرية التي يعتز بها المسلمون والمسيحيون على حد سواء. وهنا نتساءل: أين تلك القرارات الجائرة التي تحاول محو وجود العرب والمسلمين والحضارة العربية والإسلامية في القدس من هذه العدالة باستهداف مقدساتها؟ ليس منا أيها الإخوة من يختار غير هذا النهج الرباني القويم، نهج السماحة والعدل وحفظ الحقوق للآمنين وأمنهم وسلامتهم على حياتهم. أيها السادة والسيدات، إن القدس التي نريد والقدس التي نريد المحافظة على حضارتها هي التي باركها الله وجعلها محط أنظار المؤمنين في كل أنحاء العالم، ولن يستطيع ظالم بظلمه أن يقتلع ساكنيها من بيوتهم أو تستبدل مساجدها وكنائسها بأفكار وهمية تعشعش في من يزعمون أن المسجد الأقصى هو مكان الهيكل. خاب فألهم وطاش سأمهم، فالمسجد الأقصى قرر الله إسلاميته، والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي التي تبرز حضارة العرب وتاريخهم في هذه المدينة المقدسة التي أسري بنبينا إليها والتي درج عليها المسيح عليه السلام. فلتبقى أيها الإخوة معززات القدس بكل حضارتها وبكل تاريخها وبكل آثارها، لتبقى البوصلة العربية والإسلامية الموجهة إليها دائماً بتوحيد الأمة في جميع المجالات السياسية والقانونية والتاريخية والحضارية، حتى تبقى إن شاء الله كما هي درة المدائن، آملين من هذا المؤتمر الموقر أن يخرج بنتائج وتوصيات عملية ميدانية تخدم قضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. عدا أن التاريخ سيسجل للرجال الأفذاذ مواقف العز ولغيرهم ما يستحقون، فإن الله العليم الحكيم العزيز القدير سيجازي المحسن بإحسانه ويضاعف له ذلك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
صدق الله العظيم، حفظ الله الأزهر الشريف وحافظكم جميعا، وعجل بنصره الموعود الذي نراه قريبا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.